اشعر انه الزمالك عنده سترايكر، عنده هداف اللي هو سريع. الجزيري وزيزو، الاهلي ما عندوش هداف. يا استاذه لعيبه الكوره دلوقتي عايزه اما مهاره عاليه جدا اما سرعات عاليه جدا. الجزيري راس حربه بيتحرك ومشاغب وعنده سرعه، يعني قبل ما سجل الهدف اتعملت له برضه واحده، يعني الزمالك كان بيلعب اللعبه دي لان ده احد الحلول اللي جوميز كان بيفكر فيها عشان يخترق دفاع النادي الاهلي، اللي هي الكره الطويله بتمريره بينيه بالقمه يقدر الجزيري يسبق او يكسر دفاع الاهلي ويقدر يسجل. بينما الحل الهجومي عند الاهلي في الشوط الاول ما كانش موجود. ما كانش موجود مظبوط. طبعا للاسف، يعني لان ده معناه انك محتاج لعيب سريع، ده ما كانش موجود، محتاج المهاره اللي توصل المهاجم السريع ده الى مرمى الزمالك ما كانش موجود. مبروك للزمالك الفوز ده، ده فوز مهم جدا، مبروك للجمهور العظيم اللي حضر النهارده طبعا طرفينه. وانا سامعك بتقول يا ريت الاستاد يتملي، ارجو ان احنا لما نيجي نعمل ماتش اهلي وزمالك يبقى الاستاد ده مليان، لان ده ديربي العالم العربي كله بيشوف. بشكرك استاذ حسن المستكاوي، ناقد رياضي.